السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المتتبعين الأعزاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم الإخوان والأخوات، دائما الإخوان والأخوات، كيف نتوما؟ كي دايرين مع الصحيحة؟ كي دايرين مع البرد؟ لاباس عليكم، نتمنىكم تكونوا على خير وبخير وبصحة جيدة، ويلقاكم هذا لا فيديو في أحسن الأحوال. نهار جديد وفيديو جديد غنشارك معكم واحد الطويجين. هذا النهار كيجي غزال وبنين، ولكن أول حاجة راني تعطلت بزاف، دابا راها الوحدة وقسماين، وانا مازال ما وجدت الغداء، كنت في السوق. انتم اخوتي راني عاد جيت من السوق الخضره، مازال ما رديت حتى شي حاجه لبلاصتها، مازال لي كلشي محطوط فوق الطبله، نوجد بعد الغداء وعاد نستف في الخضره الثلاجه. هاد الطويجين غنشارك معكم، هاد الطاجين عندي فيه بصله، ثلاثه ديال البصلات انا دايره مقطعهم جوانح رقاق، عندي الزبيب مرقده، عندي الحوت، عندي واحد البطاطا حلوه، وعندي واحد خزويه وحده، وعندي الثومه محكوكه والربيع مقطع. ولكن هاد المقادير كنعطي انا القياس اللي عيقدني انا، ولكن اللي بغى يضاعف المقادير ماشي مشكل، يدير على القياس ديالو. انا يا كنشارك غير الطريقه ديالي والغدا ديالي، ودائما كنوجد شي حاجه بسيطه، ولكن واخا البساطه شي حاجه بسيطه بزاف، ولكن كتجي بنينه بنينه بزاف. يلا بقاو معايا تشوفوا الطريقه كي غندير له طريقتي. بسم الله توكلت على الله. اول حاجه غنشرمل الحوت، يا اول حاجه غندير هذا الربيع والثومه من الاولي، ندير عليهم شويه ديال القرفه، ضروري من القرفه لان الزبيب كتوتى معاه القرفه. البطاطا الحلوه والخزو، شويه سكينجبير، شويه ديال البزار، غير شويه شويه ماشي بزاف، شويه ديال الخرقوم، والملحه حسب الذوق. ندير شويه ديال الزيت، شويه ديال الماء، ونخلط مزيان. ندير الحوت هو الاول، لان بلا ما تشرملوه لان عي طيب. نخليه على جنب يشرب لي هاد العطريه. دابا ناخذ الطاجين ندير فيه هاد البصله، دابا نفس العطريه اللي درت في الحوت غنديرها، غندير تاهو شويه د سكينجبير، شويه ديال الخرقوم، بزار، قرفه، الملحه حسب الذوق. ندير زويته بلديه، ما تكثروش الزيت بزاف. دابا عرض هاد البصله فوق البوطه حتى تشحر لي مزيان، ودير رجع داك اللون ديالها مذهب، ونرجع معاكم. دابا البصله نزلت لي مزيان وعطات داك طلقت داك الريحه ديالها،
اللي زوينا. دابا نزيد عليها الزبيب. نزيد الزبيب نحرك مزيان ونخليهم يزيدوا يتعسلوا، يتعسل مع البصله. يتعسل مزيان وعاد غندير الحوت والبطاطا. انتم عاد تشوفوا الطريقه. دابا البصله نزلت هي والزبيب مزيان. دابا غنقص منها ضروري نقص، نخلي غير شويه من التحت. نحطو هكا مزيان، دابا ندير الحوت. الحوت ديروا النوع اللي بغيتو، انا درت الشرم، اللي بغى يدير الفرخ اللي كل واحد واللي بغى يدير. هاد الطويجنات هادو كيجيو بنانين بزاف. وغنزيد عليه هاد البصله هادي اللي نقصت. بقاو معايا حتى نقادها ونرجع معاكم. دابا زدت ديك البصيله اللي نقصت درتها من الفوق، نزيد هاد البصيلات هادو. ندير البطاطا، هاد البطاطا دغيا كطيب، البطاطا الحلوه هي دغيا كطيب. وندير خيزو، خيزو مقطعه رقيق بزاف هكا. بقاو معايا تنكمل الطاجين. دابا انا درت البطاطا وخيزو، دابا نغطي على الطاجين ونخليه يكمل الطياب. بقاو معايا حتى يطيب وتشوفوا الشكل النهائي. دابا الطويجن طاب، المريقه ديالو كتجي معلكه، كيجي بنين بزاف. واللي ما بغاش يدير خيزو والبطاطا يدير غير الزبيب يديرو ماشي مشكل، ولكن انا كيعجبني بالخضره، كيجي بنين بزاف بزاف. وغير جربوه وردوا عليا. ولا عجبكم الفيديو دائما لايكات، بارطاجيو لنا الفيديو مع العائله وصحابكم، تبعونا الفيديو من الاول حتى التالي. بسلام عليكم، الى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله.